انتي في البسين؟ انا عارفه، انا يا دوبك بس بعمل اكل. يبقى بتعملي مصيبه. ايه اللي انتي عاملاه ده يا زوي؟ وعامله بيبسي يعني كانك في البسين يعني؟ انا تعبت. ايه ده يا زينة انت كمان؟ ده انت لو غرقتي مية يا زويا مش عارفة اعمل فيك ايه. هتغرقي؟ هتاخدي برد يا زويا. كل ده عشان تقولي البابا عايزة تروحي البسين؟ مش هيوديك. يا نهار ابيض. قومي يا زوي، قومي. لا عشان يلا قومي. لا عشان بيبسي ده. خرجي عشان بيبسي. صبلي بيبسي بقى وعامله فيه. قومي ليه؟ قومي ليه يا ماما؟ قومي عشان خاطري. يلا يلا معلش هنروح البسين بكره. لا يا ماما. ايه يا ماما؟ نهار ابيض. ليه كده؟ انا عملت ايه في الدنيا؟ يا زينة. شكرا يا زينة. احنا بنلعب روحي. انا لازم ابوك يشوف الفيديو ده. دي نبذة عن حياتي. هسيبهم بس اعمل اكل الاقي عاملين بسين في الصول. والله يا زينة.